واحد يقول هل من ممكن ان يتناول اي انسان يحضر القداس بعد قرايه الانجيل والحجه انه صايم صوم كبير وراجع من الشغل متاخر؟ احنا عندنا كنائس مواعيدها بتتنوع من واحده لاخرى، يعني في ناس بيعملوا بدري وناس يعملوا متاخر وناس يعملوا في المغرب. فمثل هذا الشخص لو راح كنيسه بيعملوا فيها القداس متاخر يبحثوا، لكن يمشي الكنيسة على حسب مواعيده مش معقول. الشعب كله حاجة وهو حاجة. في كنائس هنا بتعمل قداسة المغرب ولا في سنة زي ما حضرتك بتقول. الناس بيبتدوا من الساعة 12 والناس من الساعة 2 والناس من الساعة 3 والناس من الساعة 4. طيب اللي عنده شغله متأخر يروح كنيسة من الكنائس اللي بتبتدي متأخر، فما يحرجش الكاهن ويبقى مثل للناس يقلدوه، لأن لو جه متأخر وناولوه الباقيين لو جم متأخر يقولوا اشمعنى انتوا لكم ناس وناس، فيبقى الكل عايز يجي متأخر ويتناول وتبقى هيصه. شوف يا ابونا، الاطفال دول ما يتناولوا يوم الاحد الصبح واليوم الجمعه يوم الاحد الصبح، مش معنى يعني يجي في القداس المتاخر. ده في عيال ابوهم يشتري القربانه من على باب الكنيسه، والواحد والولد الصغير بيقعد يقرقط في القربانه ويجينا عشان يتناولوا وبقوا فيه قربان. هنغير نظامنا طبقا للعيال الصغيرين وطبقا للناس اللي موظفين ومعطل متاخر. خلي النظام هو النظام، والكنيسه فيها التعددات الكثيره في مواعيد القداسات. مش ضروري الولد يجي في يوم بعد الظهر ويقول لا ده طفل ما يصومش. طب ما يجي الصبح في قداس الصبح. نعم، يجي في يوم قداس الصبح. ما قلتش الجمعة علشان في ناس يوم الجمعة بيعمل قداس متأخر اعتبر انهم صيام. نعم نعم. لو ايه؟ لا، الصوم بالنسبة للأطفال على قدر احتمالهم، يعني ما نقدرش نرغي معيل طفل صغير يفضل صايم لبعض الظهر، ما يقدرش، والا يبقى هيشعر ان القداس ده بالنسبه له عقوبه. حصل لما احنا عملنا 5 ايام صيام سنه 77، انا فاكر يوميها كنت بعمل قداس بعد الظهر، قداس ينتهي الساعة 6 بالليل يعني، ونبتدي الساعة 4، وكان معايا ولد صغير قد كده بيخدم قداس قد كده. ساعتها قلت يا رب ان ما كانش من اجل الشعب كله، من اجل العيل الصغير ده اللي سايب من نص الليل لحد دلوقتي. بس مش كل العيال قدروا، مش كل العيال يقدروا. نعم، لا 3 سنين يصوم ازاي بس؟ هنفصل. قول لي طب معلش 4:30. بنصوم لكل سنة ساعة، أطفال صغيرين. نعم؟ بنصوم لكل سنة ساعة. برضه ما تقدرش تعمل قاعدة ثابتة، لأن الولد على حسب قدرته على الصيام، على حسب صحته، حسب تعوده، حسب الأسرة بتاعته بتصوم ولا ما بتصومش. لكن مش الكل نقدر نعمل لهم نظام واحد. كمان قبل اعتراف، يعني لو قصك قبل اعتراف ويجي لك ناس يعترفوا عليك، ما تقدرش تدي الكل إرشاد واحد، لأن الناس مختلفين. في واحد نامي في النعمة ومتقدم في تدريب روحية من زمان ويقدر ياخد تدريب قوي،
وفي واحد لسه مبتدئ ما تقدرش تديله زي القديم. فبرضه لازم نعمل حسابنا، ما نقولش نعمل كل سنه كذا سنه، دي يبقى قاعده عامه. بنصوم الاطفال الصيام نفس السن كام سنه؟ احنا ما بنصومهمش، هم لو قدروا يصوموا يبقى كويس. السن كام يبتدي يصوم صيامات الكنيسه؟ حسب صحته وحسب قدرته وحسب تعوده. الدين ما يجيش بالإرغام يا جماعة، الدين ما يجيش بالإرغام، لا يأتي الدين بالإرغام. وأيضا نشوق الأطفال ونحببهم في الدين ونمرنهم. وطبعا الأسر المتدينة بتقدر تدرب أطفالها من الصغر. في أسر تانية ده الكبار بيصوموا بالعافية، فكان بالأولى العيال. يعني برضو نعمل حسابنا، يعني الواحد مش لما بقى كاهن يصدر اوامر، لا، يراعي نفسيات الناس وظروف الناس. نفس السيد المسيح بالنسبة لتلاميذه قال لهم مرة: عندي كلام لأقوله لكم ولكنكم لا تحتملون الآن. يعني برضو بينظر لمدى احتمالهم. وبولس الرسول قال: سقيتكم لبنا لا طعاما. لبن يعني زي الاطفال، مش طعام يعني حاجه عايزه مجهود في المعده. سقيتكم لبنا لا طعاما لانكم ما بتحتملوش لما تتقدموا. والرسل في اول مجمع ليهم في اورشليم اللي ذكر في اعمال اصحاح 15 قال: لا نثقل على الامم الداخلين حديثا للايمان، يكفيهم الامتناع عما ذبح للاصنام والمخنوق والزنا والدم. طب ما في وصايا كتيره موجوده في المسيحيه. قال: لا، خليهم دلوقتي نديهم دول، وكل ما يمشوا كويس نديهم وصايا اكتر 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 بالتدريج. فانا فاكر ان انا القيت مره عظه عنوانها جزء من التحليل الاخير بتاع كل ساعة: سهل لنا طريق التقوى. بنقول لربنا سهل لينا، يعني خلي الحكاية تمشي هادية هادية كده. والتسهيل ده برضو يكون حتى في الاعترافات. يعني ايه في الاعترافات؟ يعني في واحد نامي في الاعتراف كل ما ينمو يقدر يقول كل حاجة، وواحد لسه جاي جديد لو قلنا كشر في وشه يقول بس أتاك الموت يا تارك الصلاة، عمره ما هيجي لابونا ده تاني لأن بيكش فيه. ولكن تمر الأمور بهدوء على قد ما يقدر. ها اقول بس كده ما تنكرش. اللي بيكذب على قبل الاعتراف ده: يا ابونا انت جاي تسلخني وسيح دمي، ما يجيش حكايه كده. انا فاكر مره من المرات وانا في الدير قبل ما ابقى اسقف، وبعدين ابونا مخيل ابراهيم الله ينيح نفسه كان بيجي له ناس كتير يعترفوا عليه، فبعت لي واحد منهم جايز ما كانش عنده وقت ولا حاجه. فجاني الاخ ده قعد معايا يمكن 3-4 ساعات يعترف. بقول لك ده راهب فضيلي. وبعدين اعترف، يعني اعترف من يعني كأن حياته كلها. قلت له: طيب لو افتكرت حاجة تانية تبقى تقول. جاني التاني وقعد ساعتين ثلاثة برضه. قلت له: ما دام افتكرت حاجة جايز يكون عندك حاجة تانية. إن جاني الثلاث أيام، وبعد ما استمعت إليه في الثلاث أيام قريت له التحليل وقلت له: صلي من أجلي أنا أيضا. أنا مش عايز أخجله. واحد بس اللي مرة
أقول لكم إيه، كنت أعرف الأنباء الرأس أنه هو علماني، فاتراح بنت، ولما اتراح بنت وهو نتيجة الصداقة دي كان اسمي أبونا أنطونيوس، فهو جاني نوبة واعترف لي بحياته من أول ما تولد لغاية ساعة، وبعد ما خلص قال لي اقرأ لي التحليل، قلت له آسف أنا مش أسيس. أنا كنت بعتذر عن الكهنوت، قلت الراهب إيه علاقته بالكهنوت، ففضلت قاعد. هو فاكر مدام ده بقى أبونا أنطونيوس، ومدام أبونا ناترف، مش عارف إن أنا أبونا من غير كهنوت. لكن بعد مدة بقى جه الدير ما لقاش حد يكون أب اعتراف، فألحوا علي إن أنا لازم أترسم أسيس، فترسمت أسيس، وأول واحد خدت اعترافه الأنباء الرأس. بأثر رجع حاجات قالها قبل كده، فوالله ينيح نفسه عليه. هو طبعا اتنيح في الاعترافات، يعني استريح في الاعترافات قبل ما يتنيح في العالم الآخر. فبرضو الأب الاعتراف يكون قلبه حنين، يكون قلبه حنين.